صادقة. صرتي مسلمة؟ سلطان الأم هدتني للإيمان، هي فضلت علي ونورتني، الله يطول عمرها. كويس. من وين اجيتي؟ من أي بلد؟ أنا جيت يا مولاي من بلد بيقولوا لها ساوى. نيجيرية؟ لا، بلغارية. كتير حلو، عجبك هويام خانو؟ عجبني، قصر كتير حلو. هالقصر لسه محتاج شغل كتير ليخلص، يعني إذا اليوم بدينا بتجهيزه رح يحتاج شهور لينتهي. بس يا سلطاني أنا برأيي إنه نجهزه من قريبه. أساساً مو هامك شيء إلا أنك تتجوزي بسرعة، بس لازم هالقصر هاد يكون قد المقام يا بنتي. أنت بتستاهلي كل خير يا سلطانة، وإن شاء الله إنه أولادك رح يولدوا ويكبروا بهالقصر. إن شاء الله. خليهم يرسموا على هذا الحيط ورود كتيرة، ولما بتطلعوا فيه رح تشوفوا حدائق الفردوس. السلطانة الأم ما بتحب لهيام خانم بنوب، مو شي غريب تاخدها وتتركك انت يا مولاتي هون؟ معقول تكون هيام ساحرة؟ كل ما توقع بفخ بتقدر تطلع منه بسهولة. عندها حظ، نحنا ما فينا نساوي شي. كلنا منعرف إنه السلطانة بتحبك وبتحترمك مولاتي، وهي رح تحميكي، متأكدة. حب السلطان بس هو اللي بيحمي يا كوثر. شو صاير؟ ليش هالضجة؟ ما منعرف، بس السلطان طلع بسرعة. لا تطلع بالحريم بيقتلوك. شو رأيك نعمل رسمة على هالحيط؟ إجا إبراهيم باشا لهون وعطانا التعليمات وأمرنا نرسم لوحة على هذا الحيط. بدار النقاشين في معلمين كبار ورح يعملوا لك لوحات حلوة كتير، لا تاكلي هم يا خديجة. الباشا جاب هذا الشاب وقال إنه هو الرسام وهو اللي بده يرسم يا سلطانة. قلت لك حاجة تتلفت، شو صار لك يا لي؟ روح. ناهي الدوران. شو صار؟ وقع بالمي يا مولاي، بس نشكر الله ما صار له شيء. محمد،
خلص لا تبكي حبيبي، خلص خلص. انتوا وين كنتوا لما وقع بالمي؟ مو شغلتكم تديروا بالكم على أولاد السلطان؟ مولاي عيننا كانت عليه، كان عم يلعب وكل شي صار بلحظة، والسلطانة ناهد دوران هي اللي اجت وانقذته. غيروا له تيابه بلا ما يمرض. بابا. حبيبي مصطفى. بسيطة مصطفى، لا تخاف حبيبي. الله يرضى عليكي ويخليكي أنا هالدوران. مولاي طمني كله مناح. بابا أنا بدي بقى مع أخي محمد لأنه هو كتير خايف. رح تبقى معه يا مصطفى، خفت على محمد ما هيك؟ ايه كتير. نهد دوران. نهد دوران. مصطفى حابب يبقى مع أخوه، يلا خلينا نمشي. مين هي؟ بتعرفها شي؟ هاي الخانم يا باشا بتكون مرته لفخامة السلطان سليمان، وممنوع تطلع بأي واحدة من النسوان يلي بيخصوها إلا بتروح فيها. طيب هي من وين؟ تركنا منها بقى وقلي، فيك ترسم الرسمات اللي طلبها منك إبراهيم باشا؟ طبيعي. دستور. فضلكن رح يصير القصر مثل الجنة يا سلطانة. لازم يكون جنة لأنه رح يصير بيتك يا خديجة، وأي شي بدك يا طلبي لا تستحي. هلأ صار فينا نرجع. أمتى فينا نبلش برسم اللوحات؟ هلأ فورا. بالله؟ إيه؟ يلا لنشوف. امشي قدامي. روح روح روح. هلأ نايمو هون عندي، بعدين بتاخدو على غرفته. سلطانة بتمنى تسامحيني، لو ما أنقذتي ما بعرف شو كان صار. لشو هالحكي؟ الله اللي أنقذه. إذا بتتحركي من جنبه مرة تانية يا ويليك. مصطفى حبيبي انت ما لازم تزعل، لانه انت اللي انقذته لاخوك، لولاك ما كنا شفناه. هذا بطل الابطال، مصطفى رح يضل على طول يحمي لاخوه، مو هيك؟ صادقة امشي معي، خلص رح نرجع. عم استنى السلطان. ومين قالك رح يجي؟ ما رح يرجع. فخامة السلطان هلأ مع عيلته بالحرم لك. بس أنا هلأ لا إله إلا الله. وبعدين ليش لسه في خلوة؟ ما شفت اللي صار من شوي؟ يلا لشوف امشي قدامي. امشي خلصيني. افتح الباب. سنبل آغا.
إبراهيم باشا. ارجعي على الحرم لك. يلا خذها. هذا شو؟ ما فهمت شو قصدك. ليش ما عم تسمع الكلام؟ قلت لك ما بدي تخبي عني شيء. إذا العصفورة طارت بدي أعرف لوين طارت. كنت بدي خبرك يا باشا بس والله كنت مشغول. السلطانة الأم هي اللي طلبت مني جهز صادقة خانم لحتى تروح على خلوة السلطان. السلطانة الأم؟ أي والله أنا مستحيل أمنع أمر صادر عن السلطانة الأم. ماشي نقلع. أهلا وسهلا يا مولاتي. درة يلا روحي ناديلي لسنبول ونادي للمعمرجي المسؤول عن ترميم القصر تبع خديجة، بدي قله يعمل شوية تعديلات. على عيني مولاتي، بس في شغلة صارت وغيابك. خير شو صار؟ ابن السلطان محمد وقع بالمي بالحديقة الخاصة. شو؟ لا 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 تخافوا، أنقذوه ما صار له شيء وهلأ هو منيح. وهلأ هو وينه؟ أخذوا السلطان على جناح السلطانة ناهي الدوران. ناهي الدوران؟ السلطانة ناهي الدوران هي اللي أنقذته. خلينا نروح نشوفه بسرعة. وين كاينة يا صادقة؟ شو لابسة فستان كتير حلو؟ لشو كل هالأناقة؟ اللي بيشوفك بيقول كاينة بالخلوة. أصلاً السلطان ما بيشوف هيك وحدة. اسكتي ورجعي لمحلك. وقفي عندك. ما كسر لك راسك. رجعوا لمكانكم. يلا احكي لي انت من وين جاي؟ ما فيني اقول لك. اعذريني. ليش؟ مين يلي وصاكي؟ احكي صديقة شبكي. ليكون سنبل أغا هو اللي وصاكي. يا قلبي انت حبيبي محمد. شو يلي صار؟ طلعت مصطفى على الحديقة شوي لحتى يتسلى، وبعدين إجا محمد، تركتهم عم يلعبوا مع بعض والجارية قاعدة جنبهم، والظاهر إن التهت عنه شوي، ولولا أخوه مصطفى ما كنا قدرنا ننقذه. وين مصطفى هلأ؟ أكيد بيكون مرعوب. مصطفى كتير بيحبه لأخويا هيام. تتذكري بالحريق شو ساوى؟ مصطفى منيح وهلأ هو مع أبو السلطان. حبيبي أنا كتير ممنونة إلك. شكراً سلطانة. شو رأيكم نسكب رصاص؟ بالأول حريق وهلأ غريق. مصطفى حبيبي. مصطفى ومحمد بخير اطمنوا، وهذا بفضل ناهي الدوران. ألف حمد وشكر. مولاي السلطان إذا بتسمح لي، محمد بده ينام. سلطانة الله يرزقك على قد نيتك، معروفك ما بنسى بحياتي.
وهيك غلبناك. سنبول الله يخليك، خلينا نلعب دق تاني. شكري، أنا مقدر إنه الواحد بس ينغلب ما بيترك خصمه لحتى يغلبه. سنبول هي أول مرة بتغلبني فيها، بقى لا تشوف حالك علينا، وطبعاً الواحد بيغلط. هلأ بتشوف كيف رح أغلبك. والله يا شكري عندي شغل، إلا إذا كنت مصر. ماشي. يلا ليك، إذا غلبتك بدك تعمل لي صينية بقلاوة وبدي أخذها اليوم قبلان. إيه يلا صفون. سنبول آغا، الله يجيرنا من ساعة الغفلة، ما فيهم يتركوني ارتاح أبدا. نعم. شو يا سنبول، سمعت شي ما بيسر بنوب؟ أخذها لصادقة على الخلوة من ورانا؟ الله لا يعطيها العافية، ما بتنبل الحمصة بتمها. شو هاد؟ دغري قالت لك؟ معناته صحيح الحكي، مثل ما توقعت. ست فريال، انت عم تستدرجيني؟ فعلا مانك قليلة. وأوامر مين هاي؟ يعني شو هالسؤال؟ السلطانة الأم قالت لي جهزوها وخذوها، وأنا نفذت الأوامر فورا. ايه، إذا صادقة راحت على خلوة السلطان، نحن لازم نطلعها على طابق المميزات، مو هيك؟ لك مميزات شو؟ الخلوة ما صارت. وقت اللي وقع ابن السلطان بالمي ترك مولاي ومشي. ها، بهالحالة رح تصير مشكلة كبيرة إذا راحت لعند السلطان مرة تانية. ذكري على هالقصة ما بدي حدا يعرف أبدا، وخصوصا هيام خانم ما لازم تعرف. والله إذا عرفت بتموتها بأرضها للمسكينة صادقة. تصرفي وكأنك ما عرفتي. إيه؟ كتير منيح، ما في سخونة، لا تخافي عليه. ماريا، أنا تركت ابني بأمانتك، كيف بتتركي لابني وبتروحي؟ أنا إجيت لحتى طعميها لمريم، ممكن تراجع فورا، ووصيت كوسر عليه وقت اللي رحت. يعني شلون بتتركي ابني معاهن؟ ابني كان رح يموت. الله حماسته يا ناهد دوران أنقذته. يلا قومي نيمي. ما شاء الله صارت صحته كتير منيحة. سمعت انك شكرتيها للسلطانة نهد دوران، وكتير انبسطت، كنتي قبل بهيك موقف ما تخلي عليها ولا كلمة. وحياتك اللي صار خلاني اتغير كتير، هذا منيح، مو لازم اتعلم من غلطي. وعم اسمع كلامك، أكيد تغيرتي؟ يعني ما بقى في وجع راس مثل قبل؟ مزبوط، أنا هيك وعدة حالي. والله تصرفاتي رح تكون من اليوم تصرفات سلطانة. بهيك حالي رح أكون صريحة معك. قولي شوفي. صادقة. شو صاير لها؟ بس ما تكون ماتت. ليش لتموت؟ قاتل عايشة لساته موجود بيننا، وعايش براحته هون بالقصر. انتي مو خايفة؟ بنوب، بس مو هي هي القصة. صادقة راحت على الخلوة. شو عم تحكي يا درة؟ يعني صادقة ما راحت لعنده على الجناح الخاص؟ راحت لعنده سلطانة، جهزوها الجواري وأخذوها لمولاي السلطان، بس صارت حادثة الأمير محمد ابن السلطان بنفس الوقت اللي هي عنده. مفهوم، خلينا نسكر الموضوع، خلص. شو بتريدي أعمل؟ بدك جهزها مرة تانية؟ مو هلأ، أجلية، منبعتها بعدين، هلأ الوقت مو مناسب. أنا تحت أمرك مولاتي السلطانة.
تعالي يا نهى الدوران. إمتى صار هالشي؟ روقي ولا طوجي بسرعة. صار وقت اللي رحتي مع السلطانة الأم على قصر السلطانة خديجة. مين طلب تساووا هالشي؟ السلطان؟ مو هو، السلطانة الأم أمرتهم بهالشي. ماشي، أنا هلأ فهمت، لهيك أخذتني السلطانة الأم معهم على القصر. كان قصدها تبعدني. لا تعصبي، الخلوة ما صارت. البنت كانت عنده بالوقت يلي صارت فيه حادثة غرق محمد. يعني ما صارت الخلوة وفشل المخطط، مو هيك؟ مزبوط، فشل المخطط، بس انتبهي، إذا السلطانة الأم ناوية على شي فرح يصير. ليش كلهم ضدي ما بعرف؟ ليش عم يعملوا فيني هيك؟ فوق ما عم بسكت وعم اتحملهم، شو بدهم ساوي أكتر من هيك؟ هيام خانو، انتي المهم ما تتهوري، فكري بهدوء وتصرفي. نهي الدوران، ما عم تطلعي فيني لتكوني زعلانة لأني ما أخدتك وقت رحنا على قصر خديجة. لا يا سلطانة، أنا ماني زعلانة، أنا مشكلتي أكبر من هيك. معناته أنت عرفاني بقصة صادقة. أنت ما بتعرفي قديش عم واجه صعوبات. نهي الدوران، أنا عم أعمل كل جهدي مشان أقدر حافظ عليكن وعلى نظام الحرملك. أنت جربتي وحدة تشاركك بالسلطان وهالشي مسهل أبداً، وهيام لازم تجرب، هذا الحل الوحيد. كلنا انفرض علينا هالشي وتعودنا عليه بالأخير. لو تعرفي قديش أنا تعذبت مع المرحوم. السلاطين مستحيل يكتفوا بمرة واحدة، هيك النظام، ما حدا بيقدر يعترض. لسه ما طلع إبراهيم باشا ليقابلك؟ محروق قلبي لشوفه. من وقت ما أعلن السلطان قرار زواجنا وأنا لهلأ مو مصدقة إنه هالشي حقيقة. معقول كون عم أحلم؟ بتمنى ما فيق من هالحلم طول عمري. يا سلطاني، أنت هلأ صرتي خطيبة إبراهيم باشا، فيكي تلتقي فيه إمتى ما بدك. إيه هيك، ها هالوش الحلو خليه يضحك، ما تبلى هالضحكة. مين هذا الرسام؟ هو مو من هون يا مولاي، اسمه ليو، من الكيرم، تعرف عليه نصوح بالسوق وصايرين هو وياه أصحاب، وكمان قال هو تاجر. بحياته الفنان ما بيكون تاجر، مو هيك؟ كيف زبطت معه؟ قال بزمانه رسم أيقونات بالكنيسة. لو بتسمح لي مولاي رح خليه يرسم لي كم رسمة على حيطان القصر اللي هديتني إياه. هداك القصر إلك، ساوي اللي بدك يا فيه، بس انتبه لاختيار الرسمات مشان ما يطير النوم من عيون الشيخ علي. وشلون الشيخ علي رح يشوف الرسمات يا مولاي؟ إذا ما شافها بعينه رح يسمع عنا أكيد. مولاي، السلطانة هيام على بابكن. دخلها. تصبح على خير. إبراهيم باشا؟ اليوم زرت قصركن الجديد، كتير حلو، إن شاء الله ألف مبروك وتتهنوا فيه. شكراً. أنا مبسوطة كتير لأني رجعت على القصر، الفضل إلك.
مبروك منصب الوزير الأول إبراهيم باشا. أنا مقدر زيارتك إلنا وبرحب فيك يا توماسو. وكمان وصلني إنك رح تتزوج السلطانة كاديجا، بيهنيك من كل قلبي، مبروك. علاقاتنا مع محمد بيري باشا كان عم يتخللها بعض المشاكل أحياناً، وأغلب خلافاتنا كانت حول العلاقات الدولية. محمد بيري باشا من رجال السياسي المهمين كتير، وقدم خدمات كبيرة وقيمة لدولتنا. بتمنى منك تذكر اسمه بكل احترام وتقدير. سمعتوا ماسو، صداقتنا مع البندقية رح تستمر مثل ما كانت من قبل وأحسن، لا تقلق. بس عندي كم سؤال بدي أسألك إياهن. تفضل إبراهيم باشا. يا ترى الفاتيكان شو رح يعمل حول الدين اللي عم ينشره الألماني لوثر؟ قال عنده شك بسلطة كنيستكن. أنا كتير مستغرب من هالمعلومة اللي عندك بصراحة، أنت فاجأتني. لا تتفاجأ، كمان نحن عايشين بهالدنيا. لوثر بكرة رح يضعف للكنيسة ماديا ومعنويا. البابا طرد لوثر من الكنيسة وبعته للمنفى. البابا غلط كتير، رح يرجع لكم لوثر أقوى، ورح يحصل على دعم الشعب والأمراء. هداك الوقت الكنيسة الكاثوليكية ما بقى تقدر تنهب الشعب مثل ما بدها، وكمان ما رح تقدر بعد ما يرجع إنها تستمر بالعفو عن الخطيئة وتاخد الذهب مقابل الجنة. صادقة، ليش نزلتي لهون لعند البنات؟ هن نزلوني، قال بس المميزات بضلوا هنيك، أنا ماني وحدة منهم. ولا يهمك، إن شاء الله بتصيري وحدة منهم. قليلي أنت كيف وصلتي لهون؟ مين جابك؟ إبراهيم باشا جابني لهون على الحرم ليك. أنا هلأ فهمت كل شيء. صادقة؟ شو عم تعملي عندك؟ تحركي شوفي شغلك بسرعة. هيام خانم، تأمريني بأي شيء؟ سنبولة المعلم المظلوم بالحرم لك. أنت ما فيك تنفذ لي طلباتي. مو قدرتك للأسف. مولاي السلطان سليمان المعظم. شو في أخبار جديدة بديار الكفار يا إبراهيم باشا؟ كنا عم نحكي عن مارتن لوثر يا مولاي، تمرد على البابا ورفض إنه الكنيسة تاخد ذهب مقابل الغفران، وهو هلأ عم يشتغل على ترجمة كتاب الإنجيل من اللغة اللاتينية للغة الألمانية. شان هيك اللي بالفاتيكان طردوه من الكنيسة، رح يروح من إيد الكنيسة أفضل مصدر للعائدات، وطبعاً ما رح يسمحوا بهالشي. أساساً لوثر ما اهتم وحرق قرار طرده قدام الكنيسة قبل ما يمشي. ليش كم واحد بيعرف لاتيني؟ إذا ترجم الكتاب فعلاً وقت الناس رح يوجهوا أسئلة للكنيسة. الكنيسة ما بتحب الأسئلة، بتحب الطاعة وبس. وكل النقاش هلأ عم بيدور حول سلطة الكنيسة. مولاي ما كان حق،
العالم المسيحي عم يشهد انقسام كبير ولأول مرة بعد المشكلة اليهودية، وطبعاً كنيسة الفاتيكان الكاثوليكية رح تكون قوية دائماً. بس كيف يا توماس؟ إذا شاركان ما قدر يقنع لوثر بدية وورمس، كيف هلأ رح يقدر يقنع الألمان بهالشي؟ الألمان طبعاً بيعتبروا كارل الخامس إمبراطور وقائد كمان، بس مو كل الألمان بيفكروا مثل الإمبراطور تبعهم. إبراهيم باشا، عزمته لضيفنا على عرسك؟ لا، ما عزمته يا مولاي. إبراهيم باشا رح يتزوج قريباً، وأنا عم بعزمك على العرس. شرف كبير إنه نحضر مولانا السلطان. بعدت له خبر إبراهيم باشا رح يجي ياخد مصطفى من الدرس ويستناك هنيك. شكراً ألفت. ما بعرف كيف بدي أعيش بدونك. بتمنى لو تقبلي تيجي معنا على القصر الجديد. بتشرف يا سلطانة، بس مكاني هون ما فيني روح، ما بقدر. بحكي مع السلطانة، شو رأيك؟ ما في لزوم، أنا من حرم السلطان سليمان، ما فينا نغير الأصول. بس ولا يهمك، قصرك قريب كتير، رح أبقى زورك على طول. سلطانة، ألفت خانم، كيفكن اليوم؟ أهلا وسهلا يا هيام، تعالي قعدي جنبي. في شي؟ مع أنه لسه في كتير وقت على العرس، بس السلطانة من هلأ زعلانة لأنها رح تبعد عني بعد ما تتزوج. ليش أنت ما حتروحي معه؟ لا ما فيني، بس أكيد السلطانة ما رح تكون لوحدها. خلينا نخبر درة، أكيد بتلاقي لوحدة تكون مؤدبة ومحترمة. أنا هديت من زمان يا فلان، وحتى لو ضغطوا علي ما رح رد عليهم أبداً. هالشي كتير منيح، بس هي صادقة، ما رح أسمح لها تروح على جناح مولاي السلطان نهائياً. وشو رح تساوي؟ كيف رح تقدري تمنعيها؟ إلا ما أقدر أمنع، لازم أتخلص منها على السريع. لا تخليني اندم لاني قلت لك هالشي. طولي بالك، اكيد هيام بتلاقي طريقه مناسبه. انا بعرف جاريه كتير مناسبه الك. مين هي البنت يلي بتخدم عند السلطانه الام؟ بنت مؤدبه ومحترمه، والسلطانه مبسوطه منها كتير. تعرفي شو اسمها؟ اسمها بظن صادقه، إذا بتتذكري هي اللي أنقذت الأولاد من الحريق. آه صح، السلطانة كتير بتشكر منها. إبراهيم باشا هو اللي جابها على الحرم لك. والله؟ سنبول قال لي. ما بعرف إذا السلطانة بتستغني عنها، معقولة اطلبها منها؟ وليش ما بيصير؟ السلطانة أكيد بدها سعادتك وراحتك. هيام خانم معها حق، حتى درة كمان مبسوطة من هالبنت. بحكي مع السلطانة وبسألها. صادقة، تحت أمرك مولاتي. صار لك يومين مو مبسوطة، قلي لي من شو مزعوجة؟ ولا شي يا مولاتي، ماني متضايقة. في شي مشاكل مع الجواري بالحرم لك؟ لا ما في، بس قولي صادقة لا تخافي. أنا مبارح جهزوني وأخذوني على الخلوة عند مولاي السلطان، بس أنا غلطت بشي لحتى رجعوني. أنتي طولي بالك، رح أبعتك لعنده مرة تانية، بس أنتي حافظي على احترامك ولباقتك. روحي جيبي مصطفى من الدرس وخليه يجي لعندي.
منيح كتير. خلافات الكفار مع بعضهم وانقسامهم لصالح الدولة العالية. لازم نعمل كل جهدنا ونكون حريصين إنه نشتتهم وما نخليهم يتحدوا ضدنا أبداً. بيقول مارتن لوثر نحن لازم نتغلب على الشيطان قبل ما نتغلب على الأتراك، وناخذ القصاص بإيدنا ونترك الأتراك بحالهم. وعم يقول كمان بدل ما نشن حرب على الأتراك خلينا بالأول نبلش بالحرب ضد البابا ورجال الدين المنافقين. تابع كل أخبارهم بالتفصيل وقدموا الدعم لمارتن لوثر والألمان بشكل سري مشان يقدروا يقاوموا البابا ويتغلبوا على الإسبان بأقرب وقت. مولاي السلطان، وصل أحمد باشا. مولاي. شو صار معك يا أحمد باشا؟ أنت رح تروح على مصر؟ اليوم خلصت التجهيزات يا مولاي، بإذن الله رح ننطلق بكرة مثل هلأ. إجيت لحتى أطلب دعاء منك. بالتوفيق يا أحمد باشا، الله يوفقك ويقويك. هلأ أنت رح تكون ممثل الدولة بمصر، وطبعاً أكيد أنت رح تنشر عدالتنا هني. كون مطمن يا مولاي، إن شاء الله عدالتكم رح تتحقق هنيك ورح زيد إيرادات الخزينة. بوعدك إني رح كون عند حسن ظنكم وثقتكم. أحمد باشا، تعرف القاضي محمد زادة؟ طبعاً. رح يرافقك برحلتك ورح يكون أفضل مساعد إلك بإدارة مصر ونشر الحق. ما في لزوم لوجوده، أنا عندي مين يساعدني. يا باشا، أكيد رح تصير ترتيبات قانونية جديدة، القاضي محمد زادة بهذا الموضوع رح يفيدك كتير. مولاي، قاضي محمد زادة بدي إياك تجهز حالك، بدك تروح على مصر مع أحمد باشا. أنت بتأمر يا مولاي. محمد زادة، لا تنسى اللي وصيتك عليه. المطلوب منك تسجل كل شي بيصير بمصر وتبعت لي اياه، وخاصة كل تحركات أحمد باشا وبالتفصيل الممل. فتح عيونك منيح، اوعك تقبل يعمل أي شي مانك مقتنع فيه أو موافق عليه. ليك لك فكر يا باشا، أنا بعرف منيح ليش حضرتك حطيتني معه. راح كون فوق راس أحمد باشا دائماً وراح أبعت لك كل شي بالتفصيل. تمام، بتمنى لك التوفيق. يا باشا، ما راح تروح تشوف الجماعة يلي عم يستنوك؟ بالأول بشوف ابن السلطان وبرجع بروح لهنيك. سلطانة، كأنه وجع معدتك كتير طول؟ إيه فعلاً، عم اشرب الدواء اللي وصفته الحكيمة، يمكن رجعت أخذت شوية برد، كأنه هالدواء مو نافعني. ممكن يكون في خبر حلو ورا هالوجع يا سلطانة، لتكوني حامل. كيف؟ ايه بلكي حامل. شو هالحكي الفاضي؟ يمكن أخذ شوية برد مو أكتر. شو بيعرفك؟ حاسة هالمرض طول. أنا رح روح خبر الحكيمة وخليها تجي تفحصك. لا لا تروحي، عملي لي زهورات بلكي بهدى وبرتاح شوي عليهم. سلطانة، مصطفى بالدرس، تركه بلا ما يشوفها. إذا شافك بيطلع. عرفت إنك رحتي أنت والوالدة على القصر، عجبك؟ حلو كتير. من لما رحت وأنا على طول عم بحلم كيف بدنا نعيش فيه، بس عم خاف من أحلامي كمان، حاسة بخوف كبير.
أنا عم أروح كل يوم لهنيك لحتى أجهز قصري ليق بجمالك، وصرت عم أعد الأيام ليجمعنا مكان واحد يا سلطانة. عيشتنا مع بعض تحت سقف واحد كانت حلم مستحيل بالنسبة إلي، لهلأ ما عم صدق إنه صار واقع. سلطاني باشا، السلطانة الأم بعتتني من شان أخذ ابن السلطان. ماشي، فوتي جيبي من جوا، منرجع سوا. إبراهيم، مزبوط إنه أنت اللي جبت هالجارية؟ ايه مزبوط، هاي البنت لقاها نصوح وجب لي اياها، كانت مريضة وهي رايحة بطريقها على رودوس، وأنا جبتها وسلمتها لسنبول، وما إلها حدا هون، وهي اللي أنقذت أولاد السلطان من الحريق. سلطانة كتير مبسوطة منها، قالت إنها مؤدبة ومحترمة. شو رأيك إذا طلبت من السلطانة باخدها وصيفة لإلي بعد ما نتزوج؟ أنا بأمرك باللي بدك إياه، لازم يكون معك حدا وإنتي اختاري. والسلطانة خديجة قبلت؟ أنا حطيت الفكرة براسها ورح شوف شو بده يصير. إذا هي وافقت تضمن السلطانة الأم إنها توافق؟ هالمخلوقة لازم تروح من هالقصر، وإن ما رضيت بدور على حل غيره. هيام، في كتير جواري بالقصر، إذا راحت هي بيجي غيرها. سليمان ما رح يكون لوحدة غيري، ما رح أسمح. إمتى هالعاصفة اللي جواتك رح تهدى؟ طول ماني عايشة ما بتهدى. خلاص هلأ بيشوفونا ويشوفونا، ولا نسيتي إنه نحن مخطوبين؟ رح ينشغل بعنه، بعدين ما بدي البابا يعصب. يعني أبوك ما رح يبدأ قداس الأحد إذا ما أجيتي؟ بدك بابا الخوري يساوي قداس وأنا بنته ما أكون موجودة؟ طيب رح نروح، بس بالأول تعالي شوفي شو رح ورشيكي، رح يعجبك كتير. ليو لو سمحت بلاها، بعدين ماما بتعاقبني، أجلها لبكرة. أليس بتحبي ليو؟ ليو روحي وعمري، بحبك كتير كتير. ليو نصوح أفندي، أنت هون؟ عم جهز الألوان. كأنك ناسي الألوان والدهان وغاطت بالأحلام يا سيد ليو. واضح أنه عندك مشكلة. قلبك هو المشكلة مو هيك؟ قلبي؟ قصدي ممكن تكون عشقان لك يعني شي وحدة. خلص فهمت، الظاهر أني حطيت إيدي على الوجع. كلامك مزبوط ليو، معقول شايفني بالقلب لحتى ما حس فيك؟ ولك أنا بعرف الواحد من عيونه إذا واقع بالحب. حبي ضيعته وما عم بقدر لاقيه. بنوب وينه؟ شو الطريقة لحتى لاقيه؟ والله بصراحة ما بعرف. عشان لكان ما شو سيد ليو؟ لا تكون حبيبتك واحدة من هالجوار اللي هون. صحيح إبراهيم باشا عجبوه رسماتي؟ أيوة أي تمام، عم تحاول تغير الموضوع ما؟ مو مشكلة، أي عجبوه، اليوم رايح شوفه، قل لي إذا بدك منه شيء. شكرا. أي شو هاللون هاد؟ عجبك هاللون؟ صادقة انتي روحي لعند مصطفى وديري بالك عليه.
ايه عم اسمعي خديجة، شو اللي بدك تقولي؟ عم فكر اني اختار جارية من جواري الحرم لك لحتى تكون وصيفتي بقصري. ايه المشكلة؟ لازم تختاريها من هلأ وتدربيها منيح. الحقيقة أنا اخترتها، بس بالأول بدي موافقتك. خدي الجارية اللي بدك إياها يا بنتي. أنا بدي صادقة تكون وصيفتي. مولاتي ناهد دوران صلى زمان ما عم تبين، صحيح هي مزعوجة؟ مين قال إنه مزعوجة؟ لأنه الست هيام رجعت على القصر، فالكل عم يقول انزعجت من رجعتها. يلي سمعتوه مو مزبوط، السلطانة ناهد دوران ما أنا مزعوجة، مولاتكن حامل ولهيك ما عم تشوفوها. عن جد عم تحكي؟ سمعتوا اللي سمعته؟ الحامل رح يجي ابن جديد للسلطان، وهالشي أكيد رح يزعجه له يام خانو. مولاتي مصطفى عم يلعب وأنا رح ضل معه. صادقة؟ قربي لعندي. عم قلك قربي. لأنه عم تهتمي بابني مصطفى. هاي الأسوارة هدية لإلك. شكراً، أنا كتير بحبه لابني السلطان. صار فيك تروحي هلأ. وينك كوثر؟ دوري عليها وابعتي لي إياها فوراً. إذا مو فاضية برجع بعدين. فوتي سلطانة، مريم غفيت. فيني أحملها؟ مثل القمر ما شاء الله، واضح أنه رح تطلع حلوة. حتطلع لعمتها ناعمة وحلوة. حكيت مع السلطانة الأم، صادقة رح تجي معي. والله وافقت؟ خبر بجنة، انبسطتلك. صادقة يا حلوة. ايه حلوة كتير وبتجنني كمان، وبيلبق لك تكوني سلطانة. بس انسي موضوع الخلوة. ليش انسى؟ لأنه يا حلوة السلطانة الأم رح تبعتك على قصر السلطانة خديجة لحتى تكوني وصيفتها، وهنيك ما بقى في خلوات. شو يا حلوة زعلتي؟ لا، انت لازم تفرحي كتير. السلطانة خديجة اختارتك لحتى تكوني جاريتها. انا مو موافقة، بدي صير مميزة. مولاي السلطان سليمان لازم يشوفني. مو على كيفك يا حلوة، افهمي بقى، هذا قرار السلطانة الام، ويمكن يكون هالشي لمصلحتك. ما فيك تعترضي يا حلوة. ايهيك، يلا على شغلك. يلا يا حلوة،
نورهان، قبل شوي كانت خديجة عندي. صادقة رح تروح مع خديجة. ايه منيح، بس هيك؟ عم قلك صادقة رايحة من اليوم، أنا وحبيبي، بس أنا وياه. هيام، بدي قلك شغلة بس يمكن تزعلك. خير؟ شوفي، السلطانة ناهد دوران. عم يقولوا إنه هي حامل. أنتي متأكدة؟ والله هذا اللي عم تقوله كوثر. من شوي خبرت البنات. ما رح أخلص من المشاكل يا ربي. أنا ما بالحق أخلص من ورطة بتجيني ورطة تاني. أنا يا باشا خير إن شاء الله. أنا مشتاق كتير لفيكتوريا، يعني صرت شوفها بمنامي. مو فيكتوريا، صار اسمها صادقة. شو ما صار اسمها رح تبقى فيكتوريا. أكيد حاسس فيني يا باشا، بس لو بشوفها. مستحيل هالشي يا نصوح. بدك تلتقي فيها بالقصر؟ إذا مستغني عن راسك باخدك لعندك. مو مهم إذا متت، لأني رح أكون شهيد الحب. إيه واقف واقف، لمن رايح؟ صادقة رح تجي على قصري بعد العرس. عطوها للسلطانة خديجة وفيكن وقتها تلتقوا. باشا، أنت باشا الباشوات، والله ما رح أنسالك إياها كل عمري. هات إيدك لحتى بوسها يا باشا. واقف نصوح، شو عم تعمل؟ واقف، لا تمسكني هيك. هلأ الحراس اللي واقفين هنيك بيهجموا عليك، بتروح فيها. يلا بدي روح، تأخرت على القصر. خاطرك أيها العاشق. محمود. فيكتوريا، تعي تعي بسرعة. أنا وضعي مو منيح، رح تاخدني السلطانة خديجة، بس أنا أكيد رح لاقي مخرج. بس يصير ليل تعا على هالمكان، أنا رح أعطيك رسالة. موافق، أكيد بيجي. ليكي لا تتأخري علي، رح أكون عم استناكي. شو عم تساوي أنت؟ لا تتأخري، عم استناكي. عادي عادي. إن شاء الله ألف مبروك يا بنتي. طيب ليش ما حكيتي لهلأ؟ شو بدي أحكي يا مولاتي؟ إنك حامل. مولاتي أنا فرحت كتير، حيكون عندي حفيد تاني. ألف مبروك إن شاء الله. إن شاء الله بتولدي وبتقومي بالسلامة. إن شاء الله. مبروك يا سلطانة. والله لسه بكير كتير على هالحكي، بس لا تفحصني الحكيمة بلكي أنا ما كنت حامل. معك حق، لكان بلا ما نخبر السلطان لنتأكد. أنا بعتت ورا الداي، بكرة الصبح رح تجي مشان تكشف عليها. ما بقى في حلويات؟ هيام انت كتير اكلتي، ما خايفة تمرضي؟ اي نورهان، شو بعرفني، مشتهية. ليكي روحي لعند ناهد دوران، شوفي لي شو صار معهم. ما فيني يروح واترك الولاد لحالهم، بعدين ما في داعي روح لعنده، اذا حامل حامل.
إذا جابت صبي قوتها رح تزيد، ووقتها يا نورهان ما بعرف شو رح ساوي. قال هن رح يبعتوني على قصر إبراهيم باشا. انت ولا يهمك، لوين ما رحتي فيني اوصل لك يا حلوه. اترك لي ايدي بعد. شبك ما في حدا، لا تخافي. عم اقول لك بعد، شو صار لك محمود؟ ولا صوت، والا بخبر الكل مين انت. رح تموت معي اذا خبرتهم، ووقتها بقول لهم مين انت. ليش الفكره انه في حدا رح يسمعك ولا يصدقك؟ خديجه ألفت، خلونا نطلع. نهي الدوران، انت نامي وارتاحي، وإن شاء الله الحكيمة بكرة رح تبشرنا بخبر حلو كتير. تصبحي على خير. وانت بخير يا مولاتي السلطانة. كوثر؟ كيف بتعملي هذا الشيء؟ سلطانة بس أنا معقولة أنا أتبهدل من وراكي يا كوثر؟ مو قصدي إني بهدلك يا مولاتي، أنا حكيت لعرف هيام وخليها تنغاز. بلكي ماني حامل، شو بده يصير فيني؟ هيام رح تشمت فيني وقتها. لا تحكي هيك يا سلطانة، وجع معدتك هالفترة هي بدل. طلعي لبرا ولا تورجيني وشك أبدا. سلطانة يلا روحي. انت بدك تاكل بنص الليل؟ كلهم شوية أكل وحلويات، يخرب بيتك بتضل تنقع الفاضي. أوه. والله الأكلات اللي أكلتهم هيام خانهم بطعموا كل الحرم لك. انتبه يا شكري، هي اسمها قلة أدب. انت عم بتعد على السلطانة هيام اللي عم تاكله؟ استغفر الله استغفر الله، بس بهالفترة ما عم نلحق طبخ، شو صاير له هيام خانه؟ خير إن شاء الله. انت سامع اللي عم بسمعه؟ الصوت جاي من هنيك. عملت وعلت. الله يجيرنا. خلصي. حاجة صرخي. يا حراس هلأ إذا جابت لنا ناهي الدوران صبي، كل أمور الحرم لك رح تكون بخير. حسيت كأنه ناهي الدوران مو مبسوطة. حسيتي بهالشي سلطانة؟ بجوز ما تكون متأكدة، بس أنا صار لي فترة عم شوفها تعبانة، نفسها عم تلعي ودبلانة، يمكن تكون حامل. خير إن شاء الله، عكلين بكرة منعرف. خدوا لها التافة من قدامي. سنبل سنبل اسمعني بترجاك، والله ما عملت لها شيء، هي اللي اعتدت علي بالضرب. ما رح يفيدك الكذب يا محمود آغا، واضح مين هو اللي معتدي على التاني.
خذوه من وشي على السجن بسرعة. والله حرام، والله أنا ما عملت شيء. خلاص واحد قليل أدب وسخ. خلاص والله ما عملت شيء. لا لا تبكي، والله لا خليه تختخ بالحبوس. شكري جيب شراب اللوز للست، بركي بترتاح عليه شوي. تعي معي صادقة. سمو الآغا الله يخليك لا تاخذني لعند الجواري، ما بدي حدا يشوفني هيك، بعدين ما بخلص منهم. لا لا رح نروح لعند الست فريال، شو رأيك؟ هي بتلاقي لك مكان تنامي فيه، تهتم فيكي وبتلبسك. يلا يلا تعي. مشان الله لا تواخذيني يا ست فريال. جاييني بنص الليل لأحمل دستور سمبول؟ والله ما ضل براسي عقل. ليكي شو صاير معه؟ قصة ما بتنحكى، صادقة بتحكي لك ياها. أنا لازم روح شوف إبراهيم باشا فورا. يلا فوتي يلا يلا. استغفر الله العظيم. ادخل. إبراهيم باشا أنا آسف لأزعجكم. اللي خير إن شاء الله. والله صارت حادثة بشعة وقلت إنه ضروري إجي وأحكي لك عليها يا باشا. شو صار؟ محمود من كتيبة الحرس الخاص اعتدى على صادقة يا باشا، بس أنا ركضت وخلصتها من بين إيديه وبعدته لهالندل عنا. ولد قليل أدب ما بقى يتأمن لحدا، بعدته على السجن كمان، وبعدت واحد يخبر رئيسه ويقول له هذا الواطي عم يخرب نظام الحرملك بدال ما يصونه ويحميه، وحاول يعتدي على واحدة من الجواري، لهيك لازم تعاقبه لهالواطي أشد العقوبات. وهي كيفة؟ مرعوبة، عم ترجف من الخوف، وهي بغرفة الست فريال هلأ، بتكون هديت. إلا للست فريال صادقة بأمانتها، من اليوم رح تكون صادقة وصيفتها للسلطانة خديجة. ما بدي حدا يعرف هالشي ولا حدا أبدا. باشا شو مشان محمود؟ شفتي؟ طلع حاطط عينه عليكي، بس هذا ما بيعني انك مو غلطانة. يلي بتطلع بتتمشور بنصاص الليالي هيك بصير فيها. وانا شو عرفني انه هو واحد مني؟ لازم تعرفي، نسيتي انه انا نبهتك من قبل؟ لو ما وصل سنبل وانقذك مو كان بس اغتصبك، كنتي كمان انطردتي من القصر فورا وتشردتي بالشوارع يا صادقة. هلأ شو رح يصير؟ انا بورطة ما هيك؟ البكي هلأ مو وقته، إن شاء الله السلطان الأم ما تعرف، وإذا عرفت وقتها بتكون ورطة يا خانم. خلاص حاجة تبكي، مسحي دموعك ونامي، لا تخافي لبكرة بيفرج الله. أنت يا فريال خانم ست كتير منيحة. يسعد صباحك مولاي. صباح الخير يا إبراهيم، الجو كتير حلو اليوم، شو رأيك نروح على الصيد؟ مولاي السلطان في عندي كم شغلة لازم ساويهم، إذا بتسمح لي بخلصهم بالأول وبعدين برافق فخامتك. طيب يلا خلص شغلك بسرعة وبعدين بنمشي.
مولاي وانت واقف هلا خطرت لي فكره ما بعرف اذا بتوافق عليها. احكي يا ابراهيم. هلا وانا عم اشوف صورتك بالمرايه قلت ليش ما بنرسم لفخامتك لوحه كبيره. حكيت لك عن الرسام اللي كتير شاطر ليو من الكيرم. تذكرته. رح خلي يرسم فخامتك اذا سمحت لي ومنعلق الصوره بالقصر الجديد. المرحوم جدي السلطان محمد رسم له صورة الرسام الإيطالي المشهور بليني وطلعت كتير حلوة. موافق يا إبراهيم. ليش لا؟ بس عندي شرط، بقطع له راسه إذا الرسمة هي ما عجبتني. أنا رح أخبر ليو بهذا الشيء، لايك لك فكر. بوعدك إني رح أعمل لك أحلى بيت بهالضيعة كلها، ورح أختار أفضل وأقوى شجر بهالغابة. بدي بيتنا يكون فيه ثلاث غرف، غرفة إلنا وغرفة للأولاد وغرفة للضيوف كتير كبيرة. رح نعمل فيه حديقة واسعة ونزرعها ورد وشجر ليلعبوا الأولاد فيها وينبسطوا. كم ولد رح يصير عنا؟ حيكون عنا أولاد كتير ونعمل عيلة كبيرة. شو رأيك نوصي على أول ولد هلا؟ ألكساندرا وينك حبيبتي؟ ليو أفندي شو مبكر اليوم؟ خير شو في؟ ولا شي، قاعد عم بشتغل. ايه منيح منيح، انتبه لا تقوم توقع وتتكسر. انا غير انت ما بوقع. ايوه وجايب معلومات عني كمان، منيح برافو عليك. هدول جناحات؟ هالورطة شلون بدي اطلع منها؟ هلأ شو لازم أعمل؟ مولاتي أنا ما بدي أسمع صوتك كوثر، ولا لو قطعت لك لسانك مو كتير. صباح الخير يا مولاتي السلطانة. صباح الأفراح إن شاء الله. يا حكيمة بدنا نسمع أخبار حلوة. إن شاء الله يا مولاتي. نورهان؟ نورهان؟ قومي روحي لعند ناهي الدوران، بدي أعرف إذا إجت لعندها الحكيمة. نعرف بعد شوي، ليش لحتى روح هلأ هيام؟ أنا ما رح أنطر، روحي فورا. يلا قومي يلا بسرعة. الله لا يعطيك العافية، رعبتيني. شو موقفك وراي هيك مثل الحرمية؟ أنا صار لازم روح لعند السلطانة الأم. يلا لكن البسي. ليش لساتك واقفة قدامي؟ مو عارفانة شو ساوي، أنا كتير خايفة. بعد ما نمتي إجا سنبل لعندي قال خبر إبراهيم باشا شو صار ووعده إنه حيتسكر الموضوع بدون ما حدا يدرى. ومحمود شو رح يساوي فيه؟ Thank you.
وقفوا، اتركوني، في شغلات بدي احكي لكم اياها. لا تصدقوها، كذابة، هاي المرأة خاينة. شو يا حكيمة؟ السلطانة حامل؟ مع الأسف يا مولاتي، السلطانة مانا حامل. متأكدة؟ أنتي تأخرتي كتير يا ماريا، شو صار؟ بصراحة ما بعرف شو بدي قلك. لا تزعلي، ناهد دوران ما أنا حامل. ما بيجوز إنك تزعلي، لسه رح تجيبي له صبيان كتير، بس المهم إنك تكسبي رضاه. إيه معك حق. سلطانة ناهد دوران، بهنيكي، خبرية حلوة كتير، فرحت لك كتير، إن شاء الله رح تولدي وتقومي بالسلامة. للأسف ما أنا حامل، لا تخبروا حدا. معقول هالحكي؟ ما تزعجي حالك، انتي صبية ولساتك بأول عمرك، بكرة الله بيبعتلي. شو رأيك تعلمني شغلك؟ ما انت بتعرفه ومنيح يا نصوح أفندي. لا، الرسم شي وهذا الشغل شي تاني. ايه مزبوط، معك حق. لو قطعت راسك ما رح تحس بشي. شي حلو، حلو هالشغل. حابب شوف الحيط كيف رح يصير بس يخلص. ليو، بدي كلفك بمهمة جديدة، رح ترسم صورة لفخامة السلطان سليمان. مو أي حدا بيحلم بهاي الوظيفة على فكرة. نصوح بكرة جيبه وتعوا على قصر السلطان، ضروري بدي أشوفكم. والله صايرة بتخوفي يا هويا، ليش رحتي لعند ناهد دوران؟ مو هنن بدهن الواحد يجاملهم؟ ايه عملت مثل ما بدهن. بعد ما قبلت بقدر السيء، صار كل يوم السلطان يبعد عني ويهرب. ليش في حدا منا بيقدر يعارض القدر؟ كل شي بهالدنيا نصيب، لا تقطعي الأمل.
هون بالقصر مضطرين نجيب لهم أولاد ليعاملونا منيح. بدون ولد ما قلنا أي وجود، والسلطان بعاقبنا أو بكافئنا على هذا الأساس. أنا هلأ معاقبة يا سلطاني، مولاي ما عم يلمسني بالليالي اللي عم روح لعنده. منين بدي يكون حامل؟ نهاية دوران، طولي بالك شوي وما لازم تحكي بهيك مواضيع قدامي. معك حق، رح اسكت واصبر. بوعدك بهالشي سلطاني. ما شاء الله ما شاء الله، انتي بدك تاكلي كل هالاكل؟ مو هيك، محمد عم ياكل معي. شو بدي اعمل؟ ما عم اشبع وكتير عم اشتهي الفري. اذا بدك تضلي تاكلي هيك ما رح يضل فري بالبلد كله. ذكرتيني بحالك وقت كنتي حامل بمحمد، كنتي على طول تطلبي أكل. بلكي كنت حامل. ناديلي على الحكيمة بسرعة. معقول دغري صدقتي شو صار لك؟ خلينا نشوف. طيب وليش ما أكون حامل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يلا قولي. انت حامل يا سلطاني؟ شفتوا ما قلت لكم اني حامل؟ رح اجيب ولد تاني للسلطان. Ha 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 ha
بتعرف حلو كتير هالقصر، ألوانه وشكله. أي والله مزبوط. ليو، هلا أنت ما بتعرف بأصول القصر، أعمال مثل ما بنعمل وقت اللي بيجي فخامة السلطان. ماشي، فهمت. منيح. رح ناخد ناهي الدوران معنا بس نروح على قصرك. لازم نختار ألوان مناسبة للفرش ونوصي على مقاعد جديدة للصالة اللي فوق. مولاتي وسلطانتي. تعي هيام، كنا عم نحكي عن فرش قصر السلطانة خديجة، فيكي تشاركينا حديثنا. بدي قلك شغلة سلطانة، بس خلص بقولها بعدين، لأنه خير. احكي. كل خير يا سلطانة. مبارح حضرتكم زعلتوا لأنه ما حيجيكم حفيد، بس أنا اليوم رح خليكم تفرحوا. أنا حامل. مولاي، اجى الرسام ليو وعم يستناك بالحديقة الخاصة. من وين طلعت لي بهالشغلة يا إبراهيم؟ سلطاني، انت منيحة؟ تركيني وروحي من هون فريال. سلطاني خير ان شاء الله؟ عم قلك روحي لعند هاي الحي اللي اسمها هيام، صديقتك. سلطاني، انا شو اللي سويته؟ مولاتي حابة يسمع جلالة السلطان هالخبر الحلو مني، يعني انا اللي بقصده اذا بتسمحي لي. ما في مانع، خبريه خليه يفرح له شوي، بس شوفي لا تحكي حكي كبير وتقولي أنا ما بجيب غير صبيان. الله بيغضب عليكي يا بنتي، ادعي يا هيام إنه تكون صحة المولود منيحة وتقومي بالسلامة. بوعدك ما أنسى وصيتك. سلطانة خديجة، شو رأيك تجي معي؟ منخبره سوا. تفضل. دستور جلالة السلطان سليمان المعظم. انتبه منيح، اجى جلالة السلطان. دور دور. بس وقت يلي بيجوا نسوان القصر بنعمل هيك؟ ايه، ما تعطي ظهرك للسلطان ابدا، بيطير راسك، فهمت؟ مولاي بيشرفني انه اعرفكن على الرسام ليو اللي حكيت لكم عنه. اهلا وسهلا يا ليو. والدتي السلطانة حفصة من الكيرم، نحن كتير منحب أهل هديك المنطقة وكتير مدحوك، وهلأ منعرف إذا كنت قد هالمدينة.
إبراهيم باشا بيكون معه. فرصة إنك تشوفي. لسه في كم شهر لتتجوزوا. بتكوني عم تعدي الساعات ما هيك؟ إيه صح. راح لكتير وما ضل إلا القليل. مجبورين ننطر. احترامي للسلطانات. مولاي السلطان سليمان وإبراهيم باشا بالحديقة الخاصة. سلطانة شو رأيك نروح لعندهم؟ مولاي السلطان إله بشارة عندي. خير إن شاء الله. بشارة شو يا سلطانة؟ سلطانة؟ خير ليش رجعتي بكير؟ عم يوجعك شي؟ سلطانة شوفي قليلة لو سمحتي، انت مبينة مو منيحة. هالكابوس ما رح يخلص يا كوثر. انا انتهيت خلاص. ويا محامل كمان. شو رح تضل تجيب ولاد؟ مولاتي لو بتسمحي لي والله لموت لك ياها. مولاي أنا كان بدي. خذ راحتك، فيك تعمل اللي بتشوفه مناسب. تفضل. شكرا. يعني العيون لعندي والكتف اليمين لقدام هيك تمام. إبراهيم انت خبرته للرسام انه راسه راح يطير اذا الرسمة ما عجبتني؟ We'll be right back.